نعم إبراهيم، الآن يعني في سماء العاصمة عمان نرى الصواريخ وهي مضاءة وتقع في مناطق لا نعلم أين بالضبط، لكنها صواريخ كما كنا نشاهدها في السماء في سماء فلسطين، وهي صواريخ ربما قادمة من إيران باتجاه إسرائيل كما تحدثت الأنباء عن يعني إطلاق مسيرات باتجاه إسرائيل والرد الإيراني على إسرائيل الآن. ونحن هنا منذ ساعات على في الشارع الأردني في منطقة تحديدا في منطقة جبل عمان نرى الآن هذه الصواريخ تسقط، وهناك الآن وأنا معك على الهواء هناك صوت عالي نسمعه في الأجواء الأردنية وفي أجواء العاصمة الأردنية في هذه اللحظات. كان هناك يعني هذه تؤكد لنا عماد تؤكد لنا فقط بأنه ما يتم، لكن لا نعلم إن هناك إذا كان هناك فعلا إسقاط لهذه الصواريخ أو اعتراض لها في الأجواء الأردنية. ننتظر التصريحات الرسمية بصدد هذا الخصوص، لكننا يعني شاهدنا هذه الصواريخ بأم أعيننا قبل قليل وفي هذه الأثناء، لذلك طلبنا حتى يعني نريكم هذه الصور في هذه المنطقة تحديدا. جيد. فقط نقطتان عماد تؤكد لنا بأنه ما نشاهده هو صواريخ وليس مسيرات، والنقطة الثانية أنه عمليات الاعتراض التي نشاهدها في عمق الشاشة، يعني نعلم بأنه يعني إسرائيل قريبة جدا من الحدود الأردنية وبالتالي تتم من داخل الأردن أم من داخل إسرائيل؟ إبراهيم عفوا للمقاطعة، لكننا الآن نسمع أصوات انفجار في المحيط، لا نعلم بالضبط، لكن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أن هذه الصواريخ في منطقة الفيها وهي القريبة من هنا، تبعد من هنا هذه المنطقة حوالي 20 كيلومتر، لكننا لغاية هذه اللحظة ننتظر كما تحدثنا عن وصول أو يعني إصدار تصريحات رسمية. الآن أمامي هناك أيضا صاروخ وقع قبل قليل، لا نعلم أين هذه الصواريخ، لكنها بكل تأكيد هي متجهة إلى الأراضي الإسرائيلية. كم عدد الصواريخ التي رصدتها بأم عينك عماد؟ رأيت الآن الصاروخ الخامس تقريبا، هي لا نعلم هي صواريخ مضاءة، لكنها لا نعلم إن كان هناك فعلا يعني أنها تم إسقاطها أو تم اعتراضها، لكنها مرت من هذه في هذه الأثناء مرت من هنا، وهناك أصوات نسمعها أصوات انفجارات أيضا في المحيط، لكن ما نعلم بالضبط. هناك أبويات هناك هنا ممكن يعني الآن ربما الكاميرا الآن نعم الآن الأنباء تشير إلى أنه هناك بعض الصواريخ الآن الآن تم اعتراض صاروخ أمامي في المنطقة التي أتواجد فيها كما تحدث، هي منطقة جبل عمان وهي على اليمين بالضبط، وهي الآن ربما تشاهد على الشاشة هذا أحد الصواريخ المار، ربما هذا قادم من الأراضي الإسرائيلية وهو لاعتراض هذا الصاروخ. الأردن أعلن أنه لن يتم السماح باستخدام الأجواء الأردنية وأن الأراضي أو الأجواء الأردنية والأراضي الأردنية سيتم اعتراض أي صاروخ يخترق الأجواء الأردنية سواء كان من الجهة الغربية أو من الجهة الشرقية. لكننا ما نشاهده الآن هذه الصواريخ في سماء المنطقة، نحن نتحدث عن 3 ساعات ونحن على الهواء أو 4 ساعات ونحن على الهواء وننقل الأحداث مباشرة، لكن الآن وبعد تصريحات المندوب الإيراني في الأمم المتحدة ظهرت هذه الصواريخ، ربما كما تحدثت بعض التقارير عن أن إيران أطلقت الصواريخ في وقت وهي بطريقها إلى الأراضي الإسرائيلية، تم يعني بكل تأكيد نحن نتحدث عن نعم.